انتي من غيري ولا حاجة، انتي لو سبتيني هتسيب في التراب، مش حد بيحبك غيري، اوعي تصدقي ان في حد بيحبك غيري، انا بس اللي بحبك، انتي يا بنتي من غيري والله ولا حاجة. النصوص دي او الجمل دي والله العظيم اتقالت لأعز صديقاتي، كانت بتحب هذا الشخص حب غير طبيعي لدرجة إنها فضلت بتجاهد 10 سنين وهي غير مدركة إنها مع الشخص النرجسي بامتياز، نرجسي مع سبق الإصرار والاستمتاع بنرجسيته وبإنكار إن هو غلط أو إن هو فيه نرجسية، ده هو شايف نفسه أطيب شخص في الدنيا وأكرم حد في الدنيا، كان بيستخسر فيها. وأسوأ صفة في الراجل النرجسي وعموما الاستخسار، فطول الوقت كان بيقولها محدش بيحبك غيري، انت هتسيب في التراب من غيري، فأفقدها الثقة بنفسها. فدي علامات تقولك ان هذا الشخص، تعريف النرجسي هو هذا الشخص. فلما حد يفقدك الثقة بنفسك وان انت لا تستحقي اكتر من كده وان انت ما ينفعش، لازم وانت بتكلميه ما تكلميش حد تاني وما تفكريش في حد تاني، ولو سرحتي او فكرتي او انشغلتي، لا هو محور الكون، انت هامش في حياته. هو كان بيعاملها كانها، عارف فين لما يكون حد عنده تمثال لطيف، فالتمثال ده محطوط على الرف، لما بيجي له مزاجه بقى هو بيشرب سيجاره وقهوه وبتاع، ينزل التمثال ده يقعد يتفرج عليه، وبعدين لما يخلص وقت الفراغ ده ايا ما كان، ساعه نص ساعه ربع ساعه، يرفع هذا التمثال على الرف وما يبصلوش خالص، مش مهتم بيه، وكان هي مش كائن حي، عندها احتياجات ومتطلبات ومحتاجه الكلام الحلو ومحتاجه الدعم الحلو. من حاجات النرجس المهمة جدا الانتقاد، هو بينتقدها طول الوقت او هو بينتقدك طول الوقت، طول الوقت انت غلط، طول الوقت مش بتعرفي تلبسي، طول الوقت مش بتعرفي تتكلمي. كان دايما يقول لها جملة شهيرة كانت على طول تقولها لي، فاقول لها خلاص تعبت ان انا اسمعها، فتقول لي دي انا بسمعها طول الوقت، اقول لها يا بنتي انت ما بتفهميش حاجة. وهي شخص مثقف جدا، فكان يعني يعني السلاح الأساسي بتاعها إنها ست مثقفة وقارئة وجميلة، فكان هو بيجردها من هذه الأسلحة. انت ما بتفهميش حاجة، انت ايش فهمت، انت بتفهميش في الأرقام مثلا، بتفهميش في الهندسة، انت ما بتف... انت تعرفي ايه في الاقتصاد، انت ما تفهميش اي حاجة، بتفهميش في السياسة، بينما هي ست تجيد القراءة وبالتالي عندها تمكن من أدوات كل المعرفة. هو لا يفقه شيء، لكن هو متخيل نفسه ان هو العالم الفقيه بكل امور الحياه، وان الحاجه المهمه اللي الناس تعرفها هي الفلوس وهي المال وهي الاقتصاد. فانت طالما انت مش متحققه في الجزء ده وان انت مش سيده اعمال او ان انت كذا، فانت لا تسوي شيء. تعرفيش حاجه يا بنتي، انت مش فاهمه، بس دي حاجات اكبر من قدراتك. انتوا لو هتلاحظوا هتلاقي النرجسي بيقول الجمل دي او ما شابه ذلك. فهذا الشخص النرجسي اللي صاحبتي قعدت معاه 10 سنين ثم ربنا اكرمها وتحررت وكرهت اليوم اللي عرفته فيه، ثم بعد كده اتصالحت فما بقتش بتشوفه، هو مش موجود على الرادار. اوعي تكرري مأساة صاحبتي لو انت مع هذا الشخص النرجسي. هذه هي العلامات، الانتقاد ان هو طول الوقت عايزك معاه، ان هو طول الوقت بيحسسك ان انت ضايعه، هو ما بيديكيش الوقت اللي انت تستحقيه، هو ما بيديكيش القيمه اللي انت تستحقيها. هو مثلا لما كانت تيجي تحكي له على المشكله هو يعمل ان هو بيسمع، كانت تقول لي دايما ان انا اقول له نفسي تسمعني، تقول لها ما انا بسمعك، تقول له لا مش بتسمعني هنا، نفسي تسمعني اللي هو تفهمني. فكل المشاكل اللي هي كانت بتحكيها تبقى تافهه، يفضل بقى هو مثلا تقول له انا تعبتها يا بنتي كذا وكذا، هو طول الوقت يتكلم على نفسه، هو ما عندوش امتنان كمان، ما عندوش رحمه، ما عندوش احساس باي شيء. لكن هو فيه مواصفات اخرى، ان هو ممكن يبقى جذاب جدا، فيبهرك الاول بالكلام والجاذبيه والاهتمام والاحتواء، فانت تروحي تغرقي في
هذا النفق المظلم على أساس أن هو النور وهو الضوء وهو كل شيء، ثم تكتشفي الخديعة الكبرى. انتبهوا لهذه العلامات، إياك والرجل النرجسي. الرجل النرجسي معناه دمار نفسي شامل. ربنا ينجيكم جميعا من الرجل النرجسي، لأنهم هم كتير جدا للأسف.